ديك الحالة قد يجبر البعض للاستدانة أو الشراء بنظام التقسيط، وقد يلزم الأمر كتابة إصالات أمانة. ولكن ما لا يعرف الكثيرون أن أكثر صور الجنح المتداولة في المحاكم الأونة الأخيرة هي جنحة خيانة الأمانة. لذلك من الواجب معرفة إيصال الأمانة معرفة قانونية كافة جوانبه، تفاصيل تحريره وعقوبته. هناك صور عديدة لخيانة الأمانة تقع على أشياء بخلاف النقود، مثل الأمتعة، البضائع، التذاكر وخلافها كثير. وهذا وفقا لما جاء بنص المادة 341 من قانون العقوبات التي تجمل خيانة الأمانة، وتكون عقوباتها الحبس مدة تتراوح ما بين 24 ساعة حتى 3 سنوات. لا يستخدم إيصال الأمانة كحل لضمان الدين إذا كانت هناك علاقة مدنية بينك وبين الطرف الآخر المدين. يعني مثلا ما ينفعش حضرتك تيجي بعد ما تبيع الشقة ومتبقي على الراجل اللي اشترى منك الشقة 50,000 جنيه مثلا وتقول له هنكتب إيصال أمانة، وتيجي حضرتك في العقد المدني تكتب إن تم تحقيق إيصال أمانة بهذا المبلغ. شكرا كده إيصال الأمانة اللي حضرتك كتبته للأسف، لأن في هذه الحالة قد يستطيع المدين إثبات تلك العلاقة المدنية وينزع عن إيصال الأمانة صفته الجنائية. غير صحيح توقيع المدين إيصال أمانة على بياض كما يتصور غالبية الناس صحة ذلك الإجراء. هذا الإجراء يضر صاحب الدين ويفقد إيصال الأمانة صفته الجنائية إذا تم الطعن عليه بالتزوير. يفضل أن يكون الطرف التالي الذي سيتم تسليم النقود إليه شخصا منطقيا وواقعيا. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه ما ينفعش أنا كراجل أب وجيت مضيت مع طرف المدين إيصال أمانة بغرض توصيل النقود إلى ابني، غير واقعي أن الأب يآمن ويعهد لشخص آخر لتوصيل مبلغ من نقود لابنه. هذه الفروض تكون محل نظر أمام القضاء في المحاكم، ومن الممكن التشكيك في صحة التسليم من الأساس، وبالتالي يتم تبرئة المدين. حددت محكمة الجنح شروط إيصال الأمانة، نلخصها لكم في 7 خطوات. 1، لابد أن يكون إيصال الأمانة بين 3 أطراف. 2، يجب ألا يكون الإيصال مؤرخا، يعني ما ينفعش حضرتك تكتب في إيصال الأمانة تاريخ، وده ليه؟ حتى لا يكون عرضة للانقضاء. 3، لا يكتب فيه تفاصيل تخص المبلغ المالي. 4، يكتب المبلغ بدقة بالأرقام وبالحروف. 5، جميع بيانات الإيصال يجب أن تكون مكتوبة بخط يد المستلم، ويفضل كمان أنه يمضي ويبصم. 6، ممنوع الشطب أو التعديل في الإيصال وإلا أعتبر الإيصال مزورا. 7، لابد أن يكون الإيصال منطقيا وواقعيا.